بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد تحدثنا في حلقة سابقة عن الزيادة أو زيادة احترار مياه المحيطات بسبب التأثيرات القوية التي الممارسة على التيارات النفاثة. هذه التأثيرات قادمة من التشوهات الحقلية التي يشهدها الحقل الكهرومغناطيسي الأرضي، حيث أنه لا تفارقه هذه التشوهات وتلك الدوامات الحمراء، وبالتالي يتسبب ذلك في تسرب الإشعاعات الضارة نحو طبقات الغلاف الجوي التي تعطي احترارا في هذه الطبقات وخصوصا طبقة الأيونوسفير، وبالتالي طبقة الأيونوسفير تؤثر على التيارات النفاثة، ونتائج هذا التأثير تتضح جليا. فالاحترار احترار المياه سواء في الأنهار أو في المحيطات يتسبب في تناقص كمية الأكسجين في المياه، مما يتسبب في نفوق الأسماك بأعداد كبيرة، وهذا هو التفسير الذي أعطوه لظاهرة نفوق ملايين الأسماك على سواحل تكساس ممتدة لمسافات طويلة. وهذه الحجة التي قدموها ليست مقنعة بتاتا، فتناقص الأكسجين الدائب في الماء ليس مقنع، بل هناك أمر آخر قد يكون أخطر على حياة الأسماك، بل من المرجح أنه تسرب غاز الميثان القادم من الطبقات السفلى للأرض، حيث أننا بدأنا نرى هذه الظاهرة تنتشر بقوة حول العالم. نعم، نعلم أن هناك احترار قوي وملحوظ حول العالم، لكن أن يصل هذا الاحترار لإنقاص الأكسجين بالماء لقتل هذه الأعداد الهائلة من الأسماك، فهذه الظاهرة تتكرر ونلاحظها حول العالم. وهذه الخريطة توضح لنا المناطق التي بها حرارة قوية، وهي المناطق التي الملونة باللون الأحمر، وهي تلف الأرض من الوسط على خطوط خط الاستواء، بل تلف الأرض بشكل كبير، ثم تليها الحرارة باللون الأصفر ثم الأخضر، فالأزرق الغامق ثم الأزرق الفاتح. وكما شرحته في حلقة البارحة، فأنتم ترون الفارق الكبير بين حرارة القطب الجنوبي مع الشمالي، وفي هذا المنحنى نرى الزيادة الواضحة في درجات حرارة مياه المحيطات، حيث يظهر المنحنى بشكل تصاعدي يكاد يكون شاقولي، ونرى الأشهر بالأسفل، ويتضح أن شهر 6 بدأ فيه المنحنى بالصعود أكثر من سابقه، وما تتعرض له الأرض من شحن طاقي دخيل، خصوصا أننا نقترب من المنبع الدخيل الآن مداريا، الأرض في مدارها الآن تقترب نحو نقطة، أقرب نقطة مدارية من المنبع الدخيل، وكذلك نقترب من النقطة 40 درجة التي تعتبر نقطة بداية الخطوط الأضعف للحقل الكهرومغناطيسي الأرضي. بالتالي حين نتجاوز هذه النقطة، هذه التأثيرات التي نراها وما يقع على حقل الكهرومغناطيسي الأرضي سيزداد وبقوة كلما تعمقنا، بالتالي ستزداد هذه الظواهر ويزداد معها المناخ المتطرف الذي نشهده حول العالم. فمثلا السعودية التي كانت بها أمطار وسيول وغيرها انقلب حالها لحرارة حارقة أتت على الأخضر وأصبح يابسا، وهناك أسراب من الجراد كذلك. المهم، هذا هو المناخ العام للأرض الآن، تطرف مناخي شديد. تطرف هو إذا جاءت الحرارة جاءت بدرجات عالية، وإذا أتت الأمطار أتت أمطار طوفانية. هذا هو التطرف المناخي الذي نتحدث عنه.
ما دام تسخين طبقات الغلاف الجوي وخصوصا طبقة الأيونوسفير، حيث أن الرسم ها هنا يظهر لنا هذا التسخين في الأقطاب، لكن ما دام تسخين على الأقطاب بهذا النحو فتسخين على الأرض ككل أشد. ما دام تسخين على طبقات الغلاف الجوي، هذا التسخين يؤثر طردا على التيارات النفاثة، هذه التيارات النفاثة التي تعتبر مكيف المحيطات ومكيف الأرض بشكل عام. هذا المكيف أصبح يتجاوز خط الاستواء على غير عادته، ويحدث به شذوذات تتسبب في ارتفاع حرارة المحيط ونشوء أعاصير قوية. فمثلا إعصار الكارثة الذي يصل الآن إلى الهند، وهذه اللقطات منه، تأثيراته قوية قبل أن يصل حتى إلى الهند، فهذه اللقطات وهو يبعد 250 إلى 300 كيلومتر عن شواطئ الهند وكذلك باكستان، فتأثيراته تعتبر قوية وقد يكون مدمرا لتلك المنطقة. وهنا أنا كما قلت نلاحظ لقطات أخرى وهو لم يصل بعد ورياحه تقذف كل شيء. وأظن أن الدول العربية كذلك المطلة على المحيط الهندي قد تشهد أيضا بعض التأثيرات، إلا أن الله قد نجاها من هذا الإعصار الكارثة. وسأجيب هنا على تساؤل أحد الإخوان الذي قال أنه رأى ظاهرة غريبة جدا لم يراها من قبل. بعد صلاة الفجر كان القمر عاديا، وفي منتصف النهار أصبح القمر مقلوبا إلى الأسفل وهو على خط واحد مع الشمس وقريب جدا منها. أولا القمر الآن دخل في التربيع الأخير وهو يقترب أكثر فأكثر كل يوم من نحو الشمس حتى يصل إليها ويصبح في طور المحاق. أما أنهم على خط واحد فمسيرهما متقارب جدا، وشرحنا هذا في حلقات أظنها 4 حلقات أو 3 حلقات سابقة، منها منازل القمر وخط مسير الشمس ومسير القمر بين النجوم. هذه الحلقات تعتبر حلقات جد مهمة ومثقلة بالمعلومات الفلكية الأساسية، لكن لم تلقى أي اهتمام، وأظن أنها لم تتجاوز هذه الحلقات لم تتجاوز 1500 مشاهدة. لذلك لماذا نتعب على محتوى لا تريدون مشاهدته؟ فلو عاد لهذه الحلقات لفهم الأمر، لكن سأعطي شرحا مبسطا. قلت أن القمر سيكون بأقرب نقطة من الشمس يوم 17 يونيو ولن يظهر في سماء الليل بعدها، لأنه دخل في طور المحاق حتى يظهر لنا من جهة الغرب من جديد، وهو تجاوز الشمس وأصبح هلالا. والقمر يظهر لنا عند الفجر على هذا الشكل كما يظهر وتظهر الساعة 4:25. أما في النهار فهو يظهر مقلوبا للأسفل، وذلك حسب تواجدك في خطوط العرض، لكن بالنسبة لشمال أفريقيا ككل فهو يظهر هكذا في 12 زوالا مقلوب. وهذا المقطع سيوضح لنا حركته وحركة الشمس. فإذا بدأنا وحركنا الوقت فنحن نرى كيف يتحرك أو تتحرك الشمس والكواكب في السماء وكذلك القمر، وكيف يتغير السطح المضاء للقمر باختلاف زاويته مع الشمس. وقد شرحت هذه المسألة بالتفصيل في حلقة سابقة كما قلت، بعنوان على ما أظن إن كنت أتذكر لماذا نرى وجه القمر مقلوبا، وفي حلقة أخرى أظن بعنوان مدار القمر وحركته حول بين النجوم وغيرها. هناك العديد من الحلقات يمكنكم العودة إليها للمهتم لكي تعلمون هذه الأساسيات وأساسيات علم الفلك وحركة القمر والشمس في الأبراج.
وأدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس على خاصية الكل لكي يصلكم كل جديد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أنا لا أدعو أحدا لمناقشة هذه المواضيع مع أصدقائه، بل شارك الفيديو في المجموعات فقط، اعمل مشاركة للفيديو في المجموعات، ولا تحاول إقناع أي بليد مغيب بهذه المسائل. فنحن نطرح حججا علمية وإثباتات علمية حول ما نقول، لكن حين تحاول إقناع مغيب ما فلن تستطيع، لذلك لا تحاول مناقشة المغيبين، حيث أنه قرأت حوالي على ما أظن 3 تعليقات تتحدث حول هذا الموضوع، مناقشة زملاء العمل وغيره. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.